إلى نيويورك الآن لنتابع جانبا من جلسة مجلس الأمن التي تعقد في هذه الأثناء، ربما تتناول في جانب منها تطورات الأوضاع في فنزويلا، ربما هي الآن في هذه اللحظة تحديدا بناء على دعوة من الولايات المتحدة الأمريكية، وسيتحدث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو. المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن المندوبة السابقة نيكي هيلي كانت قد حاولت إدراج هذا البند لكن ذلك لم يحدث، وأنتم تعلمون أن هذا الاجتماع قد وقع في وقت متأخر، وتعرفون لماذا؟ لأننا كنا نقول إن هناك أشخاص ماتوا تضورا بالجوع، وهذا حدث في وقت يرأس فيه نيكولاس مادورو فنزويلا، وهناك الملايين من الأطفال يتدورون جوعا ويموتون بالجوع، والاقتصاد الفنزويلي انهار، وهناك العديد من الوثائق التي هي موثقة بشكل يومي يموتون ويعانون بسبب مادورو. نحن هنا لأن مادورو بدلا من أن يتيح لفنزويلا العيش في رخاء وازدهار هو جعلها تتدور جوعا وتعاني. هناك من الفتيان واليافعين الذين نزحوا ولجأوا من فنزويلا وانتقلوا، وانتقلنا إلى الدعارة من أجل أن يبقوا على قيد الحياة. كذلك كان هناك حكومة مصممة على التدمير وليس على البناء في فنزويلا. شخص آخر مزارع اسمه فلاديمير سيكالا لم يتمكن من إعالة أولاده لإتمام دراستهم، هذا الرجل وزوجته يقول إن كل مستقبل أولاده أصبح في مهب الريح، وهذا بسبب قمع وفساد وسرقة الرئيس مادورو لمستقبل هؤلاء. الولايات المتحدة الأمريكية تريد ضمان مستقبل ألمع لفنزويلا، ولذلك ندعم تطلعات وطموحات الشعب الفنزويلي وتحرير أنفسهم من حكومة المافيا لنظام مادورو، ولذلك علينا أن نتدخل ونتصرف الآن واليوم. اليوم 9 من 10 في فنزويلا يعيشون في فقر، و 3 مستشفيات من كل 4 مستشفيات تم التخلي عنها وإخلاؤها. كذلك هناك تهديد لأمن والسلام في العالم بسبب مادورو الذي سجن المعارضين والمنشقين وقتل عددا من المعارضين. أود أن أحدثكم عن أحد هؤلاء، أحد الأشخاص من كاراكاس اسمه فرناندو كالبان. قبل 4 أشهر جاء ليلتقي بأحد المسؤولين هنا ليتحدث عن قمع مادورو وتطلعه لمستقبل ألمع ومستقبل ديمقراطي لبلده، وبعد أن عاد إلى بلاده إلى فنزويلا أخذت الشرطة السرية لمادورو بدأت باعتقاله، وتوفي بعد 3 أيام من اعتقاله من قبل الشرطة السرية لمادورو. إذن آن الأوان لدعم الشعب الفنزويلي والاعتراف بالحكومة الديمقراطية التي يرأسها غوايدو وإنهاء هذا الكابوس. ليس هناك أي مبررات لعدم فعل ذلك. الحكومة الأمريكية تقف مع الشعب الفنزويلي. إلى الآن عدد من الدول قررت فعل الشيء نفسه، وكذلك اعترفت الحكومة الشرعية لإخوان غوايدو. الولايات المتحدة الأمريكية تقف معكم أيها الشعب الفنزويلي، وأنتم تعرفون أن الشعب الفنزويلي لم يدخر وقتا، والآن يجب على كل دولة أن تتخذ موقفا. كفى ألعابا وكفى تأجيلا وتسويفا، لا يجب المواصلة في التغاضي عن أفعال مادورو. هناك بعض الدول مثل الصين وروسيا وسوريا وإيران
هؤلاء الأربعة يدعمون مادورو في هذا الصباح. حاولنا أن نوحد الصوت هنا في مجلس الأمن ونحترم المبادئ التي قام عليها هذا المجلس، لكن الزملاء الروس والصينيون رفضوا فعل ذلك. وليس مفاجئا أن هؤلاء الذين يحكمون دولهم بدون ديمقراطية سيقفون إلى جانب مادورو عندما يكون في هذا الوضع المزري. وهؤلاء الممثلين للدول لا يمثلون النظام العالمي. الصين وروسيا هي دول غير ديمقراطية وقدمت مليارات وملايين الدولارات لمادورو، وهذه الأموال لم تنتهي في جيوب الشعب الفنزويلي وإنما في جيوب حكومة نظام مادورو وكذلك المحيطين به. وقبل 4 سنوات كان هناك انتهاك من قبل مادورو.